السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إهداء مني لكل الجزائريين بمناسبة فوز المنتخب الوطني على أوغندا 2-0. اسمعوا هذه الأغنية، إهداء مني لكل الجزائريين. لا تنسون وضع اللايك والاشتراك. تمام، طبعا قبل ما نبدأ، هذه لقطات من مباراة أمس، هذه بعد اللقطات الأول. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك، تشرفوني وتنوروني على قناتي. طبعا هنا ضربة الجزاء كانت لصالح أوغندا، والحمد لله طبعا رب العالمين انه تصداها. هذه بعد الصور، والآن سوف نبدأ بالأغنية التي أهديها لكم. أتمنى أنها تسمعكم وأنتظر تعليقاتكم عليها إن شاء الله. كما ترون هذه الصور كانت من المباراة، هذه بعض صور مبارك. نتمنى قريبا أن يكون خبر جميل بمناسبة إعادة المباراة بإذن الله تعالى. طبعا هاي زي ما انتم شايفين، هاي أثناء ضربة الجزاء، الحمد لله ربنا ستر. كانت لعبة جميلة جدا امبارح. تمام، هو تروح وخليكم عشان الأغنية. الأول شوفوا الصور، هذه بعض اللقطات من المباراة. تمام، هذه كلها لقطات من المباراة امبارح. تمام، كما ترونها كانت مباراة جميلة، يعني كان المفروض أكثر من 2، يعني كان 4-0-6، أحس لو كان 10. جميلة جميلة جميلة. طيب يلا، إهداء هذه الأغنية اللي تسمعوها حالا هي إهداء مني لكل جزائري، إهداء للمنتخب، إهداء مني للمنتخب ولكل الجزائريين بإذن الله تعالى. يلا اسمعوها، هذه هي الأغنية. طبعا هاي إهداء مني للجزائريين بمناسبة فوزهم على أوغندا 2-0 امبارح، بتمنى تعجبكم. هذه الأغنية مني لكل الجزائريين، لكلهم كبير وصغير. الله يحفظ الجزائر وأهلها يا الله يا رب. اسمعوها، شكل الجزائر والمجد والخلود لشهداء الأبرار. Oh,
طيبكم طبعا. الله الله يا جماعة. تحيا الجزائر والمجد الخلود الشهداء الأبرار. تحيا الجزائر والمجد الخلود الشهداء الأبرار. تحيا الجزائر ربنا يحفظ الجزائر وأهلها باسم الإسلام. جميل جدا. الله عليك بالنور. الله عليك بالنور. الله يحيا بالنور. كلنا معاك بإذن الله تعالى. كلنا بالنور. الله عليك بالنور. الله يحيا. لا تنسوا كمان اخواتي وضع اللايك والاشتراك، وان شاء الله انها تعجبكم. لو عجبتكم هذه الاغنيه اتمنى ارى تعليقاتكم وارائكم اخر هذا